أيضا المرشح زميلك عبده لحود. أكيد. أستاذ عبده، عم نشوف تعدد المرشحين وتعدد الانتماءات والأفكار، الأفكار اللي برأيهم بتبني النقابة وبتبني البلد بشكل عام. اليوم حضرتك البعض يقول أنك مرشح القوات اللبنانية، وفي كمان مرشح آخر، يعني حتى الأحزاب عم تتوزع أصواتها بين أكثر من مرشح. اليوم حضرتك وين موجود وشو برنامجك بهذا العمل النقابي تحديدا؟ أنا أولا بحييك، بحيي قناة جديد، وبحيي زميلي الأستاذ رمزي هيكل، وبتشكر استقبالكم لي على عزوم على محطتكم المعروفة. أنا بالواقع مرشح مستقل، أنا مرشح نقابي، مرشح عن محامين، كوني أنا عندي خبرة نقابية ممتدة إلى ما يزيد عن 20 سنة، وأنا منتسب إلى نقابة المحامين من 45 سنة، وعندي معرفة لصيقة بالعدد الأكبر من الزميلات والزملاء. بالواقع أنا حزت على تأييد الإخوات اللبنانية، وإن شاء الله أن يكون على قد هالتأييد، لأنه القوات اللبنانية ما عندها مرشح لمركز نائب. كما حزت على تأييد عدة فعاليات حزبية ونقابية، وبالأول في بداية أنا مرشح المحامية والمحامي. أنا مرشح نقابة محامين. أنا بالنسبة لي المحامي المنتمي إلى الحزب السياسي أو المحامي المستقل أو الذي يزعم لغايات انتخابية أنه مستقل، هن بالنسبة لي سواسية. هذه النقابة هي تمثل جميع العائلات الروحية، جميع التوجهات الوطنية، جميع التوجهات الحزبية، وهذه النقابة هي جامعة شرط أنه السياسة تتوقف على باب النقابة. المحامي هو رجل يتعاطى الشأن العام، وبالنهاية له الحق أن يكون منتسبا إلى الحزب أو يمارس عمل من خلال الاستقلالية اللي بيتمتع فيها، أو من خلال الحركة المدنية اللي هلأ عم بتصير ويلي أنا معها بالمطلق وأنا بشد عيدها. أنا مع كل المبادئ يلي نادت فيها الثورة، كوني أنا كمان من الأشخاص الذين عانوا ولا يزالون يعانون من حالة الفوضى التي وصلنا إليها وأوصلتنا إليها هذه الزمرة يلي تمكنت وتحكمت برقابنا، كانت الزمرة السياسية، كانت الزمرة المصرفية المالية يلي استولت على ودائعنا وعلى أموالنا وجعلتنا محرومين، ما قادرين نوصل على أموالنا. ونحن المحامين من الفئة المتضررة، لأنه عملنا نحن ما بنعرف نعمل تجارة، نحن بنجمع قرشك الأبيض ليومك الأسود، وسقنا بالقطاع المصرفي، أودعنا أموالنا بالقطاع، استولونا أموالنا، غشونا، دخلونا بالغلط، غشونا للأسف الشديد، أغرونا بفوائد غير واقعية، وغشوا الشعب اللبناني المقيم والمنتشر واستولونا على أموالنا. وأنا راح يكون دوري إذا وصلت على مجلس نقابي إني أرجع فعل دور النقابة بمطالبة بالحقوق، بحقوق المدعين، بحقوق مال النقابة ومال المحامين. طيب أستاذ، أنا لست منتمي إلى أحد، ومين ما بأيدني من الفعاليات أنا أكون له من الشاكرين. طيب أنا أستاذ عبده، أنا رجل سيادي، بمعنى أنا سيادي بسيادة القانون. طيب أستاذ عبده، اليوم أنا إذا بدي أحكي بلسان المنتفض اللي نزل ضد الأحزاب، واليوم حضرتك عم بتقول أنك مستقل ونلت دعم القوات اللبنانية، المنتفضين بيقولوا أن القوات اللبنانية هن جزء من هذه المنظومة، وبالتالي قديه بده يقدر يعني يكون مطمئن المنتفض أو الثورجي أو المحامي اللي عنده كمان مآخذ كتير كبيرة وانتفاضة على السياسيين، وحضرتك مدعوم عم بتقول أنه حتى نلت دعم القوات اللبنانية. أنا نلت تأييد محامين القوات اللبنانية، كون المحامين بالقوات اللبنانية ما عندهم مرشح. أنا مستقل، والمحامي المنتمي إلى أي حزب هو لديه ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات. أنا لن أتأثر ولن أتلقى أي تعليمات أو أي وشوشات أو أي توجيه من أي تجمع سياسي أو حزبي.
أنا ما بقدر أنكر إنه في أحزاب موجودة بالنقابة ممثلة بمحامين، ما فيني أنا ألغيهم ولا حدا في ألغيهم، عندهم ذات حقوق وعليهم ذات واجبات. وأنا رجل نقابي ولست برجل حزبي، برجل عفوا سياسي، أنا ما فيني أقيم العمل السياسي، ولكن أنا بقول بنقابة المحامين هذه نقابة جامعة عليها أن تمثل جميع العائلات، العائلات السياسية والروحية. أنا بدي أرجع فاعل دور النقابة المحامين بالمطالبة بدولة المدنية. أنا رجل سيادي أطالب بسيادة القانون. نحن المحامين إذا ما عندنا دولة قانون نحن مش موجودين. نحن يا أستاذي مثل ما بتعرفي حضرتك وكل المشاهدين بيعرفوا لدينا كم كبير من القوانين، ولكن للأسف ليس لدينا دولة قانون. هذه نقطة أنا بحب أوضحها. أنا مع المبادئ التي ترعى وتصون الدولة المدنية. المحامي عبدو لحود، أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة، وأيضا بنتمنى لكم التوفيق.